السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لدينا هاتف خرافي من سلسلة الآي من جالاكسي أو من سامسونج جالاكسي، فصراحة ستكون يعني طلقة نارية من سامسونج جميلة جدا. ولكن قبل البدء أتمنى منكم دعم القناة بالضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس. جالاكسي A13 5G يظهر في صور عالية الدقة وموعد إطلاقه وكل شيء عن الهاتف. تستعد سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد جالاكسي A13 5G، والذي سوف يكون أرخص هاتف يدعم اتصالات الجيل الخامس. واليوم ظهر تسريب جديد يكشف صورا عالية الدقة للهاتف. تفاصيل جالاكسي A13 5G. من التفاصيل، من المفترض أن يتم إطلاق جالاكسي A13 5G كخليفة لجهاز الجالاكسي A12 الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2020. وتظهر العروض التي قدمتها والليكس بالشراكة مع زوتون أن سامسونج تقوم بتحديث تصميم الهاتف الجديد. كما هو موضح في الصور، يحتوي الجالاكسي A13 5G على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، حيث تأتي الكاميرا الخلفية مكدسة فوق بعضها البعض. وذكر التسريب أن إحدى الكاميرات تأتي مثل الجالاكسي A12. أشار التسريب أيضا أن الهاتف سوف يحتوي على شاشة من نوع LCD مقاس 6-4 إنش، وسوف تأتي بدقة Full HD Plus، وسوف تأتي الكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة. فيما يتعلق بالمعالج، سوف يعمل الهاتف بمعالج من ميديا تيك وهو معالج ديموسيتي 700 5G. بالإضافة إلى ذلك، سوف يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا بايت و 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت. سوف تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.0، بالإضافة إلى عدسة ثانية بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.2. أما الثالثة فسوف تكون للعمق، وسوف تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4. سوف يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير في الساعة. ويذكر المصدر أيضا دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 25 واط، وهو أمر مثير للدهشة لأن هواتف سامسونج ذات الميزانية المنخفضة لا تتجاوز عادة 15 واط. ويتم الشحن عبر منفذ USB Type-C، وتم الإبلاغ عن أن الهاتف جالاكسي A13 5G قد يتم إطلاقه بحلول نهاية العام، ولكن لن يكون متاحا للشراء حتى يناير 2022 بسعر يبدأ من $290، أي ما يعادل 2800 درهم. ما رأيكم في هذا الهاتف الرائع والمتوسط من سامسونج جالاكسي؟ المرجو أن تتركوا لي آراءكم ضمن التعليقات، ودعم القناة بقوة من فضلكم بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.